بعد أسبوع على لقاء المصالحة في قصر بعبدة، اختار رئيس الجمهورية ميشيل عون أن يسلك طريق الجبل متوجها إلى المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين. مع أن عددا كبيرا من اللافتات رفع ترحيبا بالرئيس، إلا أن بعضها مزق على طريق ملتقى النهرين في الشوف وأزيلت سريعا قبل مرور الموكب. على وقع النشيد الوطني ولحن التعظيم الذي أدته ثلة التشريفات في لواء الحرس الجمهوري، دخل عون باحة القصر. ثلاث سنوات مرت على انتخابه رئيساً، غير أنها المرة الأولى التي يمكث فيها عون في المقر الصيفي. في السنة الأولى بات عون ليلة واحدة فقط، وفي السنة الثانية تعذر انتقاله بسبب أعمال الترميم. أما في الثالثة فمن المقرر أن يقضي الرئيس في الجبل أسبوعين بعيداً من أبعدة. رئيس الجمهورية كسر العادة وتحدث إلى الصحفيين بصورة غير رسمية. أملك الورقة بحضور رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء. إذا هالمجلس هيدا ما قدر نفذ، معناتها ما في حد. مظبوط ولا لا؟ إيه هيدا الكلام الصح اللي لازم ينقال. بس رئيس الحكومة بواشنطن بيّن إنه الأجواء يعني شو بدي بواشنطن؟ أنا بلبنان بعمل مطلع لبنان، كلكم تبعتوني بكل المراحل الخارجية، الدول العربية والقمم العربية والأمم المتحدة. نعم بعرفوا شو بيحكوا لمصلحة مين. فخمت الرئيس مجيئك اليوم نقدر نقول انه طولت الصفحه اللي كانت سابقا على الاخير الشهر الماضي. المشكله مش معي يعني. مش معك صحيح، بس مجيئك الاطراف دايما انتهي، ولكن يبقى في اثار. نعم عم تختم. نعم عم تختم بشكل سليم. أول المرحبين كانوا نواب كتلة الجبل، حضروا مستقبلين الرئيس في القصر الذي تولى ترميمه رئيس الحزب الاشتراكي وليد جملاط عام 90. وسيستقبل القصر يوم السبت وفدا اشتراكيا وزاريا ونيابيا على رأسه داليا جملاط ممثلة رئيس الحزب وليد جملاط لغيابه والنائب تيمور عن البلاد. وتؤكد المصادر أن الغائبين سيزوران الرئيس في بيت الدين فور عودتهما. لم يتحول قصر بيت الدين إلى مكان خاص بالرسميين وحسب، إذ بقيت أبوابه مفتوحة للسياح. منظمو مهرجانات بيت الدين كانوا حاضرين، ومن واصل لإلقاء التحية بلهفة على الرئيس صده رجال الأمن، فالتقبيل ممنوع بعرف البروتوكول الجمهوري. سعد، قناة الجديدة.